كابتن شريف يعتبر انجاز كبير لمستر موسيماني اللي هو باله ايه، خلي بالك 15 موسم بيدرب في سان داونز، ما شاء الله يعني. او عامل 15 لقب مع سان داونز. سوري، الحقيقه مدرب انت ما كنت تتعرف عليه او بتجيلك مقابلات معاه وانت بتلعبه تحس انه جزء كبير قوي من الفرقه اللي احنا بنلعبها يعني، جزء تكتيكي، جزء فكري، جزء مع مختلف اللعيبه اللي عدت عليه في فرقه سان داونز، باني فرقه زي ما تكون زي ما انت بتقول 15 سنه يعني، باني عماره وهو صاحب العماره. هو سبع سنين بس 15 لقب، 15 لقب سبع سنين مع فريق سان داونز، يبقى سبع سنين دول مده كبيره جدا لما بيبقى مدرب عايش مع فريق زي مانويل جوزيه كده، لما جه مره ومشي ورجع تاني عاش فتره حقيقه قدر، ومنهم لقب افريقي، قدر يروح بيهم كاس عالم الانديه اكتر من مره او مرتين. ف راجل بيحب الكوره وفي نادي كبير وانديه كبيره ومع مختلف لعيبه كبيره كمان بتجبره على الخبره اللي هو اكتسبها دي كلها، انه دايما يبقى بيبحث عن بطولات، دايما بيبحث عن التيك اوف يعني، على طول باصص لقدام. ان شاء الله ربنا يتوجه باذن الله ببطوله افريقيا المره دي ويروح بقى بطوله كاس العالم للانديه. فانا بهنيه على الفتره دي، وبهنيه على انه حياته والسي في بتاعته الحقيقه كراجل رياضي والكلام من ده تشرف اي حته يعني.